مجلس أمناء الحوار الوطني قالوا حاجة مهمة جدا، قالوا إحنا يا جماعة حريصين على رفع توصيات جلسة المجلس الأعلى للتعليم بشكل فوري للرئيس. ما تنساش عزيزي المشاهد، عزيزتي المشاهدة، أنه هذا المجلس جاي بتوجيه من الرئيس بضرورة مناقشته ومناقشة قانونه، ثم بعد ذلك يتم رفع التوصيات لفخامة الرئيس، ومن ثم أي حاجة هتبقى متعلقة بالتعديل القانوني أو التشريعي هتذهب إلى مجلس النواب وهكذا. ففي اهتمام بالغ بالغ، لما نقول بأعلى مستوى لأعلى مستوى، هو لأعلى مستوى، ده الرئيس اللي وجه بده مباشرة. هنا خلونا أخذ معانا على التليفون دكتور كمال مغيث، عضو المركز القومي للتعليم. أهلا بيك يا دكتور كمال. أهلا بيك أستاذ يوسف. أهلا إزاي بيك. الصحة يا رب تكون كل حاجة بخير. الله يخليك يا فندم. ربنا يخليك. دكتور كمال، بتشوف إيه سر اهتمام الرئيس بضرورة إنشاء هذا المجلس؟ والله هو من الواضح أنه التعليم في مصر أصبح في حالة يرصى لها، مش عايز أقول أنه بقى يخرج خارج قوائم اللي بتعتبر جودة وكفاءة التعليم، أنه أصبح التدهور الحاصل في التعليم أمر يحس به مش المتخصص المهتم ولكن أولياء الأمور والمواطنين العاديين، وخاصة وإن مؤسسة التعليم دي مش مجرد مؤسسة، دي يعني ما بين 25 و26 مليون طالب ومعلم، يعني أكثر من 25% من سكان مصر، وبالتالي كمان التدهور أصبح ينال أجزاء أساسية في المنظومة التعليمية. أنا أعتقد أنه يبقى الاهتمام به هو أقل واجب. يعني تعتقد يا دكتور أنه هذا المجلس أو مجلس الأعلى للتعليم هتبقى يعني أبرز مهامه إيه، خصوصا عند التشكيل؟ لأنه الناس هتقعد تسأل هنعمل ليه مجلس أعلى للتعليم وأنا في عندي وزارة تعليم عالي وعندي وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني؟ طيب الأول أنا أظن أنه إحنا في حاجة قبل المجلس إلى إجراءات تنفيذية حقيقية. احنا محتاجين نرفع وصاية البنك الدولي عن تعيين المعلمين. مؤسسة التعليم في مصر بتعاني من عجز يصل الى 400,000 معلم، والدولة بتضطر تلجأ الى اجراءات هزلية اكثر منها اجراءات حقيقية، زي التعيين بالحصة او التعيين بالتعاقد او التعيين بالتطوع. احنا محتاجين نرجع ميزانية التعليم المحددة في الدستور 4% من إجمالي الناتج المحلي. لكن لو جيت أرجع للمجلس الأعلى للتعليم اللي مكتوب الحقيقة أقل من المطلوب، إحنا مش محتاجين مجلس يكون تحت رئاسة وزير أو رئيس مجلس وزراء، إحنا محتاجين مجلس يكون تحت رئيس الجمهورية. حلو. على أن تكون سلطة المجلس ده هو تحديد ما هو التعليم في مصر، وتتولى وزارة التعليم بقى مجرد التنفيذ. يعني المجلس ده هو اللي المفروض يحط السياسات، يحط المناهج، يحط مواصفات المعلمين، يحط الميزانية المناسبة، يحط طرق التدريس المناسبة والأنشطة المناسبة، على أن تتولى وزارة التعليم تنفيذ هذه التعليم من المجلس. فيصبح المجلس هو وضع الاستراتيجية والرؤية المتكاملة، والوزارة هي الجهة التنفيذية. بالضبط. وتتخيل بقى حضرتك أستاذ يوسف الشكل هيبقى عامل إزاي لو يجي هذا المجلس يقول للوزارة كتر خيركم، احنا حطينا لكم مواصفات مدرسين التزمتوا بيها، امتحانات شهرية التزمتوا بيها، طرق تدريس، مناهج، متشكرين قوي، سيبونا المدارس لان الامتحانات احنا اللي هنشرف عليها، واحنا اللي هنحط ضوابطها، واحنا اللي هنصحح، واحنا اللي هنطلع النتيجه. انا اعتقد لو حصل ده هيبقى شيء عظيم. يا ميسر الاحوال، احنا كل اللي عايزينه انه يحصل الشيء العظيم يا دكتور كمال. اشكرك جدا دكتور كمال مغيث، عضو المركز القومي للتعليم.